أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. عبد الفتاح السيسي يتدخل من أجل وساطة لإطلاق الجرحى من الأسرى الإسرائيليين في غزة، ليسمع بشكل واضح جدا ألا نقاش حول هذا الملف إلا ما بعد وقف إطلاق النار أولا وما بعد الإحصاء. فطولب حماس بالإحصاء ورفض الجميع تسليم أي معلومات بخصوص هؤلاء الأسرى، لأن أيضا المعلومة لديها ثمن، وأهم هذه الأثمنة من الآن إبعاد المدنيين كجزء لا يتجزأ من الحرب التي أصبحت اليوم تدمر الأبراج السكنية. فإبعاد قصف الأبراج وإبعاد بعض شروط الحرب أو إعادة تنظيم هذه الحرب كان جزءا من المفاوضات فيما المخابرات المصرية، وخصوصا وما بعد الأزمة التي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وعباس كامل وفضيحة بوب مندينيز كما هو معلوم. فإن المصري يريد الآن أن ينسق علاقاته مع إسرائيل، لأن بن كاردن الذي عوض بوب مندينيز على رئاسة اللجنة الخارجية في الكونغرس الأمريكي هو إسرائيلي ويهودي بأصول روسية. إذن الوضعية هنا مختلفة للغاية. فمن جهة أراد السيسي أن يقدم خدمة هي في الأساس مجرد طلب من الإسرائيليين إلى حدود هذه اللحظة، لأن وول ستريت جورنال اعتمدت على ماذا؟ على مسؤولين وهميين مصريين، وواقع الحال أن المصدر هو مصدر إسرائيلي. ورغم كل ما يجري فإن هناك رغبة حقيقية لدى عباس كامل في هذه الظرفية من أجل إعادة رسم العلاقات وإعادة التطبيع إن صح التعبير ما بين المخابرات الأمريكية وما بين المخابرات العامة المصرية. كل هذا أمر معروف، إذ هذه الفرصة ذهبية لعباس كامل الذي يشرف على الملف الفلسطيني من أجل المزيد من تجميده، المزيد من إبعاد حماس، المزيد من حصار حماس. هذا هو ما يرغب فيه تماما، لأن أجندته أجندة هي الأقرب بكثير إلى إسرائيل كما هو معلوم. ومعروف أن محمد بن سلمان طالب بإقالة عباس كامل، وكان هذا أمرا ذكيا من المخابرات السعودية، لأن المملكة العربية السعودية كانت تعرف بأن وقت الذي سيقضيه عباس كامل قبل انفجار فضيحة بوم مندينيز ليس إلا فترة قصيرة. فلعب الورقة على أساس أن المخابرات السعودية كانت تعرف بجميع دقائق ما حدث ما بين بوم مندينيز وما بين كامل التفاصيل مع المخابرات المصرية. وبالتالي فإننا نرى وبشكل واضح جدا الآن أن عباس كامل يريد أن يلعب نفس ورقته السابقة، رغم تغير المعادلة ورغم أن كل شيء تغير في الشرق الأوسط على وجه التحديد، لنجد الرد من الشعب المصري عندما جرح قتل إسرائيليان وهناك جريح. وكل هذا أعلن معه الإسرائيلي مباشرة بعد حادث الإسكندرية وبعد حادث الشرطي أن تغلق العوجة، وهذا معناه أن التطورات اليوم تطورات قد تذهب بعيدا تجاه المساندة المسلحة لحماس، وهذا جزء لا يتجزأ من الصعوبات التي قد تعيشها المنطقة. إذن أمامنا هذا التطور من الإسكندرية على وجه التحديد إلى حدود هذه اللحظة. هذه القضية يحاول الجميع إبعادها، لأن من المهم جدا الآن وفي ظرف انتخابي لا يرغب السيسي في أن يكون ضد القضية الفلسطينية أو ضد حماس أو ضد غزة التي تعد بمثابة امتداد حقيقي للأمن القومي المصري في واقع الأمر، وهذا معلوم منذ الفراعنة وإلى حدود جمال عبد الناصر. إذن
من كان يعتقد بأن حماس كانت تنظر إلى توسع ترابي ما بعد رفح وفي الأراضي المصرية وخصوصا في سيناء، فكان لا يعرف جيدا مدى وطنية هذه المقاومة. المقاومة يمكن أن تحرر الأراضي، أراضي 48، لأنها شرعية وتاريخية لصالح شعب فلسطين، هذا هو المؤكد. لذلك فالرسالة مطمئنة وتسقط وبشكل نهائي كل الفذلكات حول محمد مرسي وحول الصفقة مع الأمريكيين وحول ما جرى والذي ثبت بشكل كامل مع خطاطة وخارطة ترامب. إذن العملية اليوم كلها بالجملة تعلن أن كل ما كان من كذب على أساس تمرير مشروع أمريكي كان يدرس من وقت سالف من وقت سابق ومع الجمهوريين وليس مع الديمقراطيين ومع خارطة ترامب التي ظهرت مع صفقة القرن، كل هذا اعتبر بمثابة الأكاذيب المؤسسة لسياسات كبرى نعلم جيدا أنها في كثير من الأحيان تختار فن الكذب. حتى الدولة في المآزق تختار مثل هذه الجزئيات من أجل اللعب على تجاوز مآزق محددة. على أي الأمر اليوم واضح، أسقطت المقاومة وهما كبيرا عاش منذ 2011، وحاول الإعلام أن يدين مرسي ويدين جماعته، وهو الذي كان له موقف واضح للغاية من سد النهضة مثلا، وكان سيدفع الجيش بهذا الاتجاه. ورغم ذلك كان واضحا أن الجيش لم يحارب لا في حينه ولا ما بعده، مما يعني أن الصفقة الحقيقية تمت مع إسرائيل في سد النهضة. اليوم انكشف كل شيء، وأهم ما يمكن اليوم تأكيده أن الطوفان الذي حدث سيغرق ويدفن عشرات الأساطير المؤسسة لبعض السياسات الرسمية والدعائية والعلاقات العامة لبعض الأنظمة التي أتت ما بعد 2011. إذن هذا هو التطور الأول والأساسي في كل هذه العملية. المسألة الثانية أن إسرائيل أمام ما طلبته مباشرة من المسؤولين المصريين على حد زعم جريدة هي الأقرب إلى البنتاغون. دائما ما كنت أقول ولا زلت أكرر أن الول ستريت جورنال ليست إلا ناطقة رسمية لسينتكوم وللدي آي إي، يعني المخابرات التي تدير الجيوش. فالخلاف الذي دائما ما يلعب به الأمريكي تحت عنوان اللعب بكل الأوراق دائما كانت CIA والخارجية والمنظمات غير الحكومية الديمقراطية والمنظمات الأهلية، كل هذا مع CIA. في الاتجاه الآخر هناك الجيوش الاستقرار إلى آخره، وحيث تتطابق المصالح ما بين الجهازين آنذاك يمكن أن يتنازل هذا الجهاز أو ذاك عن خطة ذا أو ذاك وتسير الأمور، لأن الكل يخدم المصلحة الأمريكية العليا أو المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية. في هذه اللحظة على وجه دقيق نجد إحراق ورقة عباس كامل الذي فرض أجندته على الاستخبارات العسكرية بأمر من الرئيس السيسي. الآن فيه تطور استثنائي عندما نجد نوعا من المصالحة على وجه التحديد. الذي يدعو للمصالحة لا يدعو إلا إلى تبييض ماضي عباس كامل والمخابرات العامة المصرية من أجل استعادة موقعها السابق قبل فضيحة بوم مندنس. إذن الذي يريد أن يلعب بالورقة الفلسطينية التي ترى أن وضعها استراتيجي وتريد حلا استراتيجيا لحماية المقدسات وأيضا للعمل على تحرير الأرض، هذا بعد استراتيجي لعملية الطوفان. عندما نأتي إلى العمليات التكتيكية لمصالحة هنا أو هناك أو لاستعادة علاقات هنا أو هناك من أجل تدبير هذا الأمر وتمرير الانتخابات الرئاسية بهذا الاتجاه، فكل هذا يجعل من الوضع معقدا للغاية. وبالتالي فإن المصالح التكتيكية
للانتخابات المصرية أو أيضا لاستعادة علاقات المخابرات العامة المصرية بالسي آي إي ومن ثم بباقي مؤسسات الدولة، كل الدولة الأمريكية. هذا معناه أن ما يطلبه السيسي الآن سابق لأوانه من جهة. الإحصاء أيضا هو معلومة يجب أن يقدم بشأنها الإسرائيليون تنازلات الإحصاء بالنسبة لهؤلاء الأسرى، تقديم أيضا للجرحى المساعدة، عدم تحويلهم إلى دروع بشرية جزء من الصفقة أيضا، مع تحديد لأوراق يجب أن يستخدم الغزاويون كل شيء، لأن لا أحد رحمهم وهم في حصارهم، لا أحد قدم إليهم الغذاء والدواء. فالآن أمام هذا التوازن يجب أن يمارس فيه المقاومون أقصى درجة من البراغماتية على الأرض، لأن هذا في خدمتهم وخدمة رفع الحصار عنهم، وأيضا العمل من أجل تحرير أرضهم والدفاع عن مقدساتنا جميعا لأنهم أهل لذلك. فالمسألة اليوم لا يجب أن تتحول إلى أوراق تكتيكية في اللعب الإقليمي، لأن مثل هؤلاء لا أكثر ولا أقل يريدون أن يلعبوا بأوراق استراتيجية لشعب فلسطيني من أجل أوراق تكتيكية لعلاقة هنا أو هناك أو استعادة قناة هنا أو هناك. العملية كلها عملية دفع فيها ثمن غال جدا من الفلسطينيين، دفعت فيها حيوات لفلسطينيين، لأطفال فلسطينيين، لحصار كان يجوع شعبا بكامله. لذلك فالقطاع الذي لم يرحم لا يجب أن يرحم في حساباته كل الأطراف، لأن المهم الآن أن الصراع صراع ضد إسرائيل، ويجب أن يكون أقدر على أن يحيط هذا النصر العسكري إلى نتائج سياسية بارزة واضحة. وأيضا الكل يجب أن يعرف إلى أين ستذهب الأمور أولا، لأن لا إمكانية اليوم للرد على أي طلب، وثانيا لا إمكانية إلا لمعرفة ما سيكون عليه الحال. ثانيا من الآن توافقات حول إدارة الحرب وليس على نهاية الحرب، على إدارة الحرب من أجل نهايتها. هذا أمر يمكن أن يكرس قوة الجانب الفلسطيني، وهذا ضروري لا من السلطة ولا من المقاومة ولا من غيرهما. وبالتالي فإن اللجوء إلى القناة، أي قناة إقليمية كيفما كان نوعها، لا القناة الإقليمية التي لم تعطي 100 دولار للفلسطيني رغم غناها، ولا أيضا للذي يريد أن يمرر أجندته من أجل مصالحة تكتيكية هنا أو هناك. كل هؤلاء الأنظمة يريدون أن يعملوا على جعل النصر الفلسطيني نصرا خارج إطاره الاستراتيجي. الشعب الفلسطيني يعرف ما يريد، انطلق من أجل أهداف محددة يجب أن يصل إلى تلك الأهداف، ولا يجب أن يفاوض خارجها، لأن الإجماع الفلسطيني هو المطلوب الآن. لا يجب أن ينظر الفلسطيني إلى أي كان، جارا كان أو غيره، قبل أن ينظر إلى من يحمل جنسيته، من يحمل همه، من قاتل معه، من يوحد الجميع. المقاومة وحدت الضفة، لا أحد يتحدث عن الضفة إلا كمقاوم، ولا أحد يتحدث عن الذي سقط في القدس إلا كشهيد، وأيضا في غزة. لذلك فاللعبة التي أراد الإقليم أن يلعبها هذه خطرة جدا على نتائج وعلى فرص وعلى نفسيات المقاتلين أيضا في الساحات. لا أحد يجب أن يتحدث الآن عن أي صفقة كيفما كان نوعها. اليوم هناك معركة يجب أن ينتصر الفلسطيني في هذه المعركة، نقطة على السطر. ما دون ذلك، ما بعد مخارج هذه العملية، الطوفان يجب أن تكون بعد أن يستقر وضع وقف إطلاق النار،
لإثارة أي مشكل كان. الآن يجب أن تقدم المساعدة، المساعدة الإنسانية للجرحى الفلسطينيين ولغيرهم والذين في الضفة وفي غيرهم، يجب أن تقدم، ولا يجب أن يكون الإسرائيلي أكثر امتيازا من الفلسطيني الجريح بطائرات إسرائيل. رسالة واضحة إلى أن اللعبة الإقليمية اليوم هي أقل بكثير، حساباتها ضعيفة جدا، ولا تنظر إلا في حدود أرنبة أنوفهم. قد يكون الأمر كذلك وقد يكون الأمر غير ذلك، بمعنى أن قطر لم تقدم $100 لأنها لا تريد أن تتهم اليوم بأنها مثلا ممولة لمثل هذه العملية مثلا. قد يكون الأمر كذلك لأن هناك كواليس لا يدركها إلا أهلها، لكن على العموم هناك حسابات ظاهرة، خصوصا بالنسبة لحسابات المخابرات العامة المصرية، يجب أن ترتفع إلى مستوى النصر المحقق الآن ميدانيا. قد يكون الوضع غير ذلك مستقبلا، ولكن على العموم يجب أن ينظر إلى الأمر بعين الفاحص خصوصا، وألا ضرورة اليوم لفتح كل هذه الملفات. من يريد أن يدعم فلسطين يدعمها بالسلاح وبالدواء والغذاء الآن، هذا أهم شيء، وتقديم المساعدة لجرحى فلسطين ولباقي الجرحى إنسانيا، ولأن يكون القانون الدولي الإنساني هو الحكم الآن ما بين الطرفين. وهذا نعتقد جازمين أن الطرف المقاوم لا يريد أكثر من حقوق، وهو الذي سيصر على حقوق الآخرين. لذلك فلا مسألة سوى رفع الحصار من أجل إيصال ما يجب أن يصل إلى هؤلاء الأسرى. أول ثقب حقيقي بالنسبة لهؤلاء الأسرى أن يطعموا في شعب محاصر، يجب أن يعرف الإسرائيلي أن عليه أن يرفع الحصار الآن وليس غدا. إذن الأمور كلها يجب أن تكون الآن في الميدان، ولا يجب بأي حال أن يبدأ أي تفاوض حول أي شيء إلا في الوقت الذي يقرره تماما الذي في الميدان. لذلك فهذا الدم الذي سال يجب أن يحترم، أن يقدس، لأنه ليس فقط من أجل الفلسطينيين وتحرير أرضهم، إنما من أجل تحرير القدس والأقصى. هذا الذي لا يجب بأي حال أن ينساه أي عربي ومسلم. هذه الحرب حرب ضرورة، بعد أن دنس الإسرائيلي كل ما هو مقدس هناك، عندما وصل الجندي الإسرائيلي إلى المحراب، عندما سحل حرائر فلسطين حرائر مسلمات، كان واضحا أن الرد يجب أن يكون، لأن الأمر قد تجاوز حده، واليمين المتطرف جعل الزيارات بالآلاف وأراد أن يحسم قضية القدس بتوزيع مكاني زماني. كل هذا كان معلوما، الكل كان يعرف أن هناك حرب ستكون وسيديرها اليمين ضد غزة، قالها بن كفير عشرات المرات. إذن بالنسبة لهذا الوضع الاستباقي، هذه الضربة استباقية لحماية شعب غزة، كان سيكون الأمر كارثيا أكثر لو ترك لبن كفير أن يصل، وقد كان ما هو في الأمن القومي، والآخر سموتريتش في قلب ماذا؟ في قلب وزارة الدفاع، وزير في وزارة الدفاع، يعني أن أكبر متطرفين في وزارة الأمن القومي وفي وزارة الدفاع. فما هو منتظر إذن للذي قال لحوارة ما لم يقله أحد إلا أن يعود إلى عصر الإبادات؟ إذن غزة كانت تنتظر إبادة، فالأولى أن يقدموا على خطوة كان واضحا أنها ضرورية. لذلك فالمسألة الشرعية هي مسألة موفقة لسبب واحد، لأن هذه الحرب حرب وقائية، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يستخدم الحرب الوقائية لحماية شعب غزة. هذا أمر
حاسم ولا يجب بأي حال أن يكون استغلالا إقليميا تحت أي ظرف إلا تحت المصلحة الفلسطينية حصرا، وآنذاك يمكن للآخرين أن يعملوا على مصالحهم الخاصة، لأن التطبيع عندما أتى لا أحد استشار المقاومين ولا أحد استشار السلطة نفسها، الكل ذهب واتخذ القرار الذي يناسبه الآن المصلحة الفلسطينية أولا، أمن القوم الفلسطيني ثانيا وثالثا وأخيرا، هذا الذي يجب أن يتحدث به أي فلسطيني. لذلك فمسألة إدارة عملية من أجل تطبيع هنا أو هناك أو فتح قناة أو هنا أو هناك أو أمور أخرى، كل هذا يجب أن يكون معلقا على أمر واحد، على الذين قاتلوا وجاهدوا في الميدان. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.